بسم الله. انا واحد المراه وحيده، عندي ولد واحد عمري 60 عام، كنت خدامه ميسر على الوقت. دابا عييت تنطالب من واحد الدري عندي 16 عام هادي باش خلاني تنخدم. كنت خدامه من الاول غير في الديار تنصبر، دابا مده هادي خدامه في حمام. كنت كساله تنصورني الفلوس، ودابا ما بقيتش كساله، شاده غير الرزمه 30 ألف ريال باش خدامه، كاريه ب 17 ألف ريال، والما والضو، وانا تغلبت في هاد الحياة. وانا ما عندي حتى شي واحد، عندي ولدي ميسر عليه الله خدام مزيان كاين في الصحراء، هو وليداتو، وفرق معايا دابا من 2006 ما بقاش يعرفني فين كاينه ولا تيسول عليا لا والو. دابا تنطلب من ولدي الا كان تيسمعني تيشوف فيا ما تيصيفط لي باش نعيش. انا عييت بغيت نرجع لبلادي، حتى انا نموت في وسط حبابي. انا ما عندي حتى شي واحد الا الله، من غير صحابه ديال الخدمه خلاني مع الله اعلم. واش مراته اللي دارت لي شي حاجه، واش المهم قنع، ما كانت بيناتنا حتى شي حاجه. عمرني من داك الدري كان درويش معايا، كان مزيان معايا، كان مرضي معايا، ما كان تيضرب معايا، ما تيديرش حاجه خايبه. مرتبه قريته، الا كان ما قاريش حتى يخدم، تسال علي الله في خدمته. مشى تزوجنا بخاطرو، بغى البنت التالي على خاطرو، ودوز معايا واحد العام بالزواج، ولدت مراته بنيه. واحد الوقت حتى قال لك بغات دارها بوحدها، هزات دار اللي دارها بوحدها، وبقى من تما تيجي بشويه بشويه تيبعد مره مره مره، مشيت عندو شحال من خطره تيهرب عليا من الخدمه. ايوا حتى شي واحد هادي 6 سنين باش مشى للداخله، صافي مابقاش يسول فيا كاع، ما تيعرفني كاع فين كاينه. اللي هضر ليه من جيتي تيقطع لي كاع التليفون، ما تبقاش لا فاميلا ولا الصحاب ديالو كادير ولا انا من واحد بني ملال. ودابا تنطلب من ولدي اللي بغيت يشوفني وصيفط لي باش نعيش. انا راه مشيت شكيت وقلبت داكشي، وقالوا لي الناس تعير عندك حق باش غنعطيك لي صاندك باش تعيشي. وانا كنت صابر على وجه ولدي، قلت ما غادي يحن فيا ويشوف من هاد تلحق العيد، تنبقى نتسنى تلحق العيد، تنبقى نتسنى. دابا تندوزو مع الناس هنايا مع الوجوه، صافي الجيران تعطوني حق ديال اللحم، وقال صافي داري صافي ما تمشي فيه. واحد المده كتمشي لعند العائله ساعه ما تنخسر الفلوس بلا فايده، وتنجي في حالي مابقيتش نمشي. هادي 3 سنين ما مشيتش، ودابا تنطلب من المحسن ولا من اي واحد يحن على ام عندها ولد واحد محرومه منه. عندو 4 وليدات كنت ناويه نهزهم، ناويه نحطهم، حرمني منهم لا ولا مراتو، وما عرفتش شنو السبب. بعد ما انه تيريني صحارة وانا ما عنديش في داك الشيء، انا من تيتس علي ميت لي راجلي وانا جالسة كنسمع ودي تمحلت على ولدي، خدمت لي ما خليت فيه الخدمة، كنت نحقق داك الشيء اللي بغا، وما بغيت لي غير الخير. انا الحاجة اللي بغيت منه هو انه يشوف حالي وعطيني باش نعيش، وما بغيتش يدي سخط الله. سخط الله اكبر حاجة في الدنيا كلها. انا راه امو وشي وحدة شارية ولا لقيته في الزنقة، راني مو قلت نطلب الله، الله يشوف من حالي وحالو. دمرت بزاف، ماشي بزاف، كنت انا من وحيد، كنا حتى هاد ما كاينش عندنا الخدمة، كنت تنبيع ونشري، وكنت نخدم في القهاوي ب5 آلاف ريال السيمانة. مدينة صغيرة ما فيهاش خدمة بحال هكا هادي، داكشي جيت انا وياه من نجينا في 2000 انا وياه. هو اللي قال لي يلاه، كنت جالسة على حساب الوالدة كانت باقا حية ماتت، قال لي يلاه مول نمشي لكادير انت تخدمي وانا نقرا قرايتي. وجينا لهنايا وتبعت لي قرايتو، كان الناس كلشي تيقول لي خرج ولدك يخدم عليك، راه عنده 16 عام خرج ولدك. تنقول لهم لا خليه يقرا، بغا يقرا قرا وسهل علي الله، وخدم خدمة زوينة تيصور فيها الفلوس ماشي سهلة. انا ما حسيتوش، انا بغيت يعطيني حقي، تنصل حقي فيه كي بغا كيما بغا، تنصل حقي فيه. انا راه ام عندي حتى شي واحد، الناس اللي جاو يصوروني هما تيشوفوني بوحدي في الدار، ما عندي حتى شي واحد الا الله. تنجمع مع العيالات اللي خدامين معايا، صافي هما اللي عندي، ما عندي حتى شي واحد. وتنطالب من المحسنين الا كان شي واحد عنده شي دار ما مسدوده ما باغيش يكريها يعطيني فاش نسكن. هذا الشيء ولا تنطلب ايه كان ب 17 ألف ارخص كرا، واحد اللي كان يبيت كوزين ب 17 ألف ريال. انا يعني الشراء الكرا فيها غالي، انا ما تنقدرش نسكن مع سكان البيوت حنايا، تيكون مع العيالات اسجال داكشي، ما تنقدرش نسكن معك، تنسكن انا مع المزوجين باش ما يوصلني حتى شي مشكل.
هذاك هو اللي تنتمنى السنين هادي، تنتفك تنشوف شي فيلم ولا شي حاجة، تنشوف شي واحد تلقى مع عمو. ما نقعد قلت انا شي نهار ولدي يجي غادي يسول، كاين اللي غادي يوري لي الدار، عندو صحابو هنايا حاضرين و تيعرفوني، كاين اللي غادي يوري لي الدار. اما النمره ديالي ما عرفتش عنده لا ما عنده، كان واحد ولد اختي اللي تيتصل بيني وبينه، هذاك ولد اختي ما بقاش مقطع معاه، ما بقاش نمشي عنده حسب تا هو جا واحد المراه من فاس، ما بحال ما بغاتني صافي، شديت رجلي تنساولها مره مره وصافي. وتنتمنى تنتمنى راه ما بقى قد ما فات، انا راه 61 انا طالع في 61 عام، ما بقى لي قد ما فات، غنزيد مازال نزيد عامين 3 سنين، انا تنتسنى غير الموت هي اللي غتجيني، تنتسنى حتى شي حاجه اخرى. هذاك الشيء تنتسنى، وتشوفك في وليداتو، تشوفك في وليداتو، كنت نتمنى نهزهم ونحطهم، تنتمنى نشوفو ونشوف وليداتو. انا كلشي مسامح عليه في الدنيا والاخره، على اي حاجه دارها ليا، اي حاجه قالها فيا، ولكن ما سمحش اللي كان سبب، اللي كان سبب بيني وبين ولدي ما سمحت ليش في الدنيا والاخره. هذا هو هادشي اللي تنقولو، اللي تنقول بغيت ولدي يشوف فيا ويعطيني باش نعيش. انا ما غاديش نمشي عند مرتو بزز عليه ولا عليها، هو راه ولدي، كاين البوسطه، كاين وفاكاش، كاين صيفط لي داكشي اللي خصم الله، ما كليش صيفط لي 60 ولا 50 ولا صيفط لي غير 20 ولا 30 باش نعيش. انا تنشد واحد لنتري ديال 12 الف ريال، صيفط لي 20 ولا 30 الف ريال غادي نرجع لبلادي ونعيش في وسط خوتي. واخا انا عندي عائله فقيره، ماشي حتى واحد ما لاباش لي باش غنتسنى نمشي عند شي واحد نجلس عنده، ما كلهم تيقول لي شي جلس، ولكن كلهم وليداتهم كلهم على قد الحال، الناس في الباديه الله خدامين على راسهم، ما نقدرش نعيش عند شي واحد. تنتمنى ولدي يشوف حالي، يشوف حالي، راه تنطيح عرق بعرق، السكر كان تيجيني غرام 40 غرام 50 حتى تيجيني 2 غرام 3 غرام، من التفكير ديالو ما عمرني نسيتو، اي مناسبه ما عمرني نسيتو، وبوحدي ما عمرني نسيتو. والله تنشوف الله يحن فينا انا وياه، هادشي اللي تنقول.